بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم. في جزيرة بالكاريبي وفي قرية نائية بعيدة عن العمران حصلت حكاية عجيبة أوي. 37 بنت تحولوا لرجالة في حوالي السن 10 من عمرهم، و37 بنت دول كانوا في 23 عيلة مناسبين بعض، وكان 6 منهم في عيلة واحدة. يعني فيرجي البنوتة بقت فيرجيليو، وأنتونيتا بقت أنطونيو، وماريا بقت ماريو، وتشيتشي بقت تشي جيفارا. حكاية يا أعجب، ميسيز وينس في اسكتلندا، بنت جميلة كلها أنوثة وإغراء، جه عليها سن البلوغ ومفيش أي دورة شهرية، مع إن هي ظواهر الأنوثة مكتملة عندها. الدكتورة بالفحص لقت إن مفيش رحم ومفيش مبيض والمهبل ضامر، وأكتر من كده البنت عندها خصيتين جوه بطنها في حالة نشاط وبيفرزوا الهرمون الذكري. حاجة عجيبة. الدكتورة قالت لها: والله شوفي، أنا ما أقدرش أعمل لك حاجة، لازم أقول لك بصراحة إنك أنت إذا اتجوزتي مش هيكون في إمكانية لحمل ولا الأولاد، ولا هيكون في إمكانية لعلاقة سوية مع زوجك، ولازم تصرحيه بالحاجات دي كلها. البنت فعلا كانت بتحب الراجل وصرحته بكل حاجة، والراجل قبل وأصرت إنها تعيش الأنوثة بتاعتها الغريبة دي، وطبعا تبنت طفلين دلوقتي بلغ سنهم حوالي 20 و18. الحكاية التالتة بقى الأعجب منهم كلهم هي مستر بلاكويل، مواطن ملاوي كان عايش في جنوب أفريقيا وفي مدينة الكاب، وبعدين في كلية الطب في جامعة ستيفن بوش. بالفحص اكتشفوا ان هذا الراجل عنده خصية في الناحية اليمين ورحم ومبيض في الناحية الشمال، يعني خنسة هيرمافروديت. يعني بيقولوا ان دي الحالة رقم 303 في العالم كله وبطول التاريخ، والدكاترة بيقولوا انه لو كان في اي اتصال داخلي او اتعمل اي اتصال داخلي بين الخصية في الناحية اليمين والمبيض في الناحية والرحم في الناحية الشمال، ممكن الراجل يلقح نفسه زي الدودة الشريطية. طبعا في الحالات اللي زي دي وهي نادرة جدا بيخيروا الشخص، بيقولوا انت عاوز تبقى ست ولا راجل، لانه في وضع في الواقع هو عنده الامكانيتين، عنده خصية والعدة بتاعتها، وعنده الرحم والمبيض والمهبل والحاجات دي والعدة، عنده الجهازين، ففي الامكانيتين موجودين، فبيخيروا الشخص انت عاوز تبقى ست ولا تبقى راجل. فإلا إذا اختار الراجل بيستأصله الجانب الأنثوي كله، والعكس إذا اختار إنه ست يستأصله الخصية وخلافه. في الحالة بتاعتنا دي هذا الراجل الملاوي مستر بلاكول أصر إنه يكون راجل، وقال أنا عمري ما شعرت إني أنثى، وبناء عليه عملوا له الجراحات اللازمة وأصبح راجل بالتمام والكمال. الغريبة في إن مستر بلاكول ده كان بتجيله الدورة الشهرية كل شهر لأنه عنده العدة الإنسوية كاملة. نرجع مرجوعنا دلوقتي للحكاية الكبيرة. إيه الحكاية بالظبط؟ الكلام ده بيجرجرنا لسؤال مهم: إيه هو العامل الحاسم والفاعل اللي بيؤدي للأنوثة والذكور؟ ونرجع لحكاية الإيه، القرية اللي في الكاريبي والـ37 بنت اللي هم تحولوا رجالة
والخبر اتنشر في العالم والعلماء طلع يجروا كل واحد معاه المعمل بتاعه والمختبر والمساعدين والمراجع عشان يشوفوا الظاهرة دي، لأنها ظاهرة بتحصل لأول مرة في العالم. الثابت طبيا عشان نفهم الموضوع، الثابت طبيا ان الجنين في مبدأ نشأته بتبقى فيه بدايات غدادية قابلة لانها تتحول لأنثى او تتحول لذكر، يعني تتحول لمبيض او لمخصي. بدايات ايه العامل الحاسم؟ بيقولوا الحيوان المنوي اللي لقح البويضة كان في كروموزوم اكس ولا في كروموزوم واي، اللي هي التعليمات الوراثية اللي هي اتكلمنا عنها في حلقة سابقة. الشفرة التعليمات اللي في الكروموزوم في دماغ الحيوان المنوي، يعني الحيوان المنوي هو اللي بيقرر. اذا كان الحيوان المنوي فيه كروموزوم اكس، اللي يحصل ان البدايات دي تتطور الى مبيض ورحم الى اخره الى اخره. اذا ما كانش وما حصلش تدخل، اذا ما حصلش تدخل الاصل ان المولود يبقى انثى. لكن امتى يحصل تدخل؟ لو كان الكروموزوم واي اللي موجود في الايه في الحيوان المنوي بيعمل ايه بقى الكروموزوم الواي ده؟ قال لك انه بيفرز ماده اسمها واي اتش انجن. الماده دي هي بتحول خلايا المبيض البدائيه الجنينيه اللي في البدايات اللي اتكلمنا عليها دي، تقلبها تخليها ايه؟ تبقى خلايا خصيه. فتدخل الكروموزوم واي هو اللي بيغير القصه كلها، وذلك لانه بيفرز الماده اللي قلنا عليها واي اتش انتجين اللي بتحول البدايات من بدايات مبيض الى ايه؟ الى خلايا خصيه. طب ايه اللي حصل في اطفال الكاريبي دول 23 عيلة؟ قال لك نبتدي نشوف، نتسلسل مع العيلات دي، نشوف الشجرة بتاع العيلة دي، نروح للاب والام والجدة واللي بعد الجدة الى اخره. قعدوا يتسلسلوا 120 سنة لورا لغاية ما وصلوا للجدة الكبيرة سنة 1850 اسمها الترا جراسيو كاراسكو. الترا جراسيا كاراسكو. الجدة دي بقى اتضح ان هي اللي عملت العملة. الجدة دي اتجوزت 4 وكان عندها جين وراثي معيب. الجين ده هو اللي بيهيمن على تخليق الهرمون الذكري. وبرضه يقول لك بتوع الكيمياء العضوية ان الهرمون الذكري بيتكون من الكوليسترول بسلسلة من التحولات لغاية ما يبقى تستوستيرون، وبعدين اخيرا يبقى داي هايدرو تستوستيرون اللي هو الجوهر الفعال. لان هذا الجين كان معيب فسلسلة التحولات اتقطمت في النص وما كملتش، ما وصلناش للداي هايدرو تستوستيرون اللي هو العنصر الفعال، وبالتالي ما حصلش حاجة. والبنات تنهم بنات، احنا قلنا الاصل انثى فدول تنهم بنات لغاية سن 10، لكن بعد كده لما جه البلوغ، وطبعا الكروموزوم اللي لقح البويضة بتاعتهم كان كروموزوم واي، فكان في خصية، فالخصية اتكونت والخصية ابتدت تشتغل في اثناء البلوغ وتم افراز الهرمونات الناقصة، وفجأة كله تحول الى اولاد. فالمسألة كان سببها جين معيب. وده طبعا بيحملنا الى نقطة سؤال اعجب، ايه الحكاية بالظبط؟ هل المسألة كيمياء وبس؟ الذكورة كيمياء والانوثة كيمياء؟ طلعت مدارس تقول لك ايوه، الحكاية كلها مادية من اولها لاخرها، وعملوا تجارب على امخاخ الفئران. بيقول لك احنا قدرنا نحول المخ الانثوي الى مخ ذكري بمجرد ان احنا بنضيف بالقطاره شويه ايه دايهيدرو تستوستيرون. الله، دول جماعه الماديين. قال لك الحكايه كلها كيمياء،
مدارس تانية في التفكير قالوا لا مش ممكن، ومنهم دكاترة محترمين قالوا مش ممكن فرض شخصية على الطفل بأي كمية من الهرمونات نحقنها فيه. طلع ناس تانيين قالوا لا، في الواقع العامل اللي بيحدد هو عامل التربية، يعني لو خدت الطفل من أول ما اتولد وابتديت تلبسه فساتين فساتين وتجيب له لعب عرايس وتطبطب عليه وتعمل له فيونكة وضفيره ومش عارف ايه وحاجات زي كده، فده بيكون عامل في انه يدي له شخصية أنثوية. ولو انت خدت الطفل من صغره وانت ابتديت تقص شعره قص رجالي وتجيب له لعبة فارس او ادوم او مش عارف حاجات زي كده وتشغله بحاجات رجالي زي يروح الغيط يزرع ويساعد ابوه مش عارف ايه، تفرق عن بنت مثلا تساعد امها في التريكو او في المطبخ او في غسيل اللصحن او الى اخره، فده ممكن هيربي في الولد الشخصية الرجالي. طلع ناس قالوا لا، كل ده كلام فارغ، الإنسان ليس مجرد مادة وهرمونات وصوديوم وبوتاسيوم، ولا هو لعبة نقدر نحولها بالتربية إلى ذكر وأنثى. الإنسان روح ونفس متعالية على كل الجبريات الكيميائية دي، والنفس قبل ما تنزل في الأرحام يعني عارفة نفسها من الأول ذكر أو أنثى. بيقولوا الدليل المفحم عندنا في القصة دي هي الحكايتين اللي حكيناهم، حكاية ميسيز وينس. وميسيز وينس دي قلنا إن الطب أثبت إن ما عندهاش لا رحم ولا مبيض، وإن المهبل ضامر، وإن ما فيش دورة شهرية، وإن أكتر من كده عندها خصيتين في حالة نشاط وإفراز مستمر لهرمونات الذكورة. الله، يبقى الست دي غرقانة في هرمونات الذكورة اهو، الكيمياء ذكورة. طيب الواقع إيه؟ الواقع كلامها العجيب، بتقول بلغتها I have never felt being a male. I have never felt being a male. عمري ما حسيت إني أنا راجل. وطبعا وصل من اصرارها انها اصرت انها تتجوز اللي بتحبه، وشرحت له وطرفت وصرحت وهو قبل واتجوزه وعاشوا اخر سعاده وبدل الايه تبنت الولدين دول. الله، طب ويبقى منين جه الشعور ده؟ ده ست اهو، لو اتكلمنا على حكايه الجبريات الكيماويه ومش عارف ايه اهو، ما فيش الا خصيتين في حاله نشاط وهي ست عايشة مغمورة بالهرمونات الذكرية، ومع كده تقول الكلمة العجيبة دي عمري ما حسيت بإني أنا راجل، دايما بحس إني امرأة. الحالة التانية أعجب اللي هي مستر بلاكويل، اللي هو الدكاترة اكتشفوا إن في خصية على اليمين وفي على الشمال مبيض ورحم، وبتجيله كمان العادة الشهرية. يعني هذا الرجل كيمياء بتاعته مزدوجة، فيه هرمونات ذكرية وأنثوية، ومش بس كده، ده الهرمونات الأنثوية غالبة لدرجة ان هو بيحيض ويجيله دورة شهرية. ومع كده الرجل قال نفس الكلام I have never felt being a female، عمري ما حسيت اني امرأة، واختار بالفعل، والدكتور الجراح شال الحاجات اللي هي أنثوية وانتهى الأمر. يبقى إذن دي حالات مباشرة تؤكد ان الشخصية متعالية على الجبريات الكيميائية كلها. فدي المسألة، وطبعا الحكاية حكاية كبيرة، ونشوف الفيلم. الفيلم هيودينا للقرية دي اللي هي في الكاريبي، قرية نائية جزيرة في الكاريبي، واللي حصل فيها 37 بنت تحولوا إلى أولاد. ده فيرجي، البنت اللي هي في طريقها لأنها تبقى فيرجوليو،
واخوها تشيتشي هنشوفه دلوقتي اهو اللي وراها ده تشيتشي اللي هو تحول بالفعل الى تشي جيفارا. طبعا 37 بنت ده عدد كبير في عيلة واحدة، يقول لك ستة تحولوا. ده تشي جيفارا عمال بيقطع حطب، وشوف العضلات، بيسألوا الولد بيقولوا له ايه الحكاية بالظبط، انت يعني كنت حاسس ايه؟ قال لهم ابدا، انا عمري ما حسيت ان انا بنت، انا كنت احس ان انا ولد حتى قبل ال10 سنين. يقولوا له ازاي؟ يقول لهم انا احس ان ولد كده، وانا بحس ان عندي عضلات وصوتي صوت ولد، واحب انا صارع العيال وكده والعب كرة شراب وحاجات كده، يعني مش انا ولد. وطبعا كنت بستعجب عشان حكاية صدري فيه مش عارف ايه الثدي والحاجات دي، لكن كله طبعا اتغير في سن البلوغ. وشوف هنا الشكل، عضلات فعلا كاملة. بيسألوا برضو الأهالي، الأب والأم، أو هنا الأب والأم بيسألوهم إيه الحكاية. وده اللي على الشمال ده بقى ده ماريا اللي بقت ماريو، الولد ده هو ده اللي بقى ماريو واتجوز، ومراته دي جنبه اهي وخلف كمان. فبيسألوا الأب والأم على الحكاية دي، بيقولوا والله ده، بيقولوا لهم إيه شعوركم؟ فبيقولوا والله ده احنا انبسطنا قوي في الحكاية دي، لأن الأم بتقول ده يعني بصيت لقيته بيروح وبيكسب وبيجيب لي فلوس وكده، وبقى راجل وحلو وكده. وبعدين قالت يعني هي الحقيقة ده، يعني ربنا هو اللي بيعمل كل حاجة. وده الوالد برضه بيقول إن الحكاية دي ما حصلت بس ابتداء من سن العاشر سن العاشرة. والأم بتقول في النهاية اللي بيجيب ربنا كويس، وربنا بيعرف الصالح وبيعمله. ست مؤمنة يعني بسيطة خالص وفطرية تمام. لكن هي قالت فعلا الولد من السن العاشرة خلاص انصرف عن اللعب البناتي والحاجات دي، وبقى يروح يقطع حطب وصوته اتغير وبقت حاجة تانية خالص. هي بتقول ان الحكاية الظاهرة دي اتكررت في اكتر من عيلة. وبعدين بيكلموا صاحبنا اللي اسمه اللي كان ماريا وبقى ماريو واتجوز وخلف، بيقولوا ايه الحكايه. فقال لهم نفس الشيء برضو، ان انا في الاول كان لي صدر وكان عندي ثدي وكده وصوتي ناعم واعضائي كلها شكلها انثويه، وبعدين حصل التغيير ده ابتداء من سن العاشر. وقال لهم ان انا رغم كل شيء عمري ما حسيت ان انا بنت، وطبعا عضلاتي وصوتي والتغيرات اللي حصلت بقى في السن العاشرة يعني كانت مسألة سببت راحة في العيلة كلها. بيسألوا الأب ابنك ايه حكايته، امتى بقى يحب البنات ويجري وراهم؟ قال لهم على طول من سن 11 سنة بقى ولد عفريت. وبقى له جيرل فريند وحاجات كده. يعني الاب بيضحك اهو، يعني ابنه اللي بقى عفريت فرحان بيه. زي ما قلنا في 23 عيلة، وزي ما قلنا الحكاية دي فضلوا يتابعوها ويعملوا دراسة لشجرة العيلة كلها وفحص الكروموزومات وتتبع، حاجة علمية دقيقة قوي، لغاية ما وصلوا لأصل الحكاية كلها اللي هي حصلت من 120 دلوقتي يعني 140 سنة حسب يعني تاريخ
لأن تاريخها كان سنة 1970، يبقى من 140 سنة وصلوا للجدة اللي هي كان لها التأثيرات دي كلها. ده صاحبنا ماريو مع مراته، يقول الوضع عضل يعني، مش حكاية جتة يعني. عايش حياة أسرية مظبوطة تمام، وراجل طبيعي 100%. هنا بيحكوا لك ايه الحكاية بالظبط، ان المسألة بتتوقف على الكروموزوم اللي بيلقح البويضة. اذا كان في اكس كروموزوم فتكون النتيجة ان البدايات دي، البدايات دي هتتحول الى انثى. ادي رحم وقنوات فالوب والمبيض والحاجات دي كلها. تبقى بنت تطلع بلعب البنات وتلبس فساتين وباهتمامات البنات والوش الناعم والبشرة الرقيقة وكل ده. اللي بيحددها هي الكروموزوم اللي بيلقح، أو الحيوان المنوي إذا كان شايل واي بقى، اللي هي الكروموزوم واي. الكروموزوم واي بيتدخل بقى، بيقلب البدايات دي، يقلب الخلايا المبيضية اللي هي جنينية يقلبها إلى خصية، والجهاز كله يتحول إلى خصية وقنوات الخصية ويختلف الأمر ويطلع ولد. هنا بيوريك إزاي البويضة وإزاي الحيوانات المنوية بتحاول تخترق الجدار، زحامة هي من الحيوانات المنوية عمالة كل واحد عاوز يسبق التاني. شفنا الكلام ده في حلقة قبل كده، ويحصل التلقيح ويحصل الإخصاب والخلية الزيجوت تبتدي تتخلق. وهنا بيشرح لنا حكاية الكروموزومات، وإن آدي الكروموزومات فيهم في الآخر خالص في إكس واي. إكس واي لو جه على الاكس واي ده اكس يحصل انثى، ولو جه واي يحصل ذكر. وهنا التجربة العجيبة بقى، التجربة العجيبة اللي هم بيخدم فيها خلايا من جنين فار، خلايا جنينية يعني فيها مجرد بدايات قابلة لانها تكون وانها تكون، وبعدين يحطوا على هذه الخلايا الجنينية ايه؟ بالقطارة دايهيدرو تستوسترون، ويشوفوا ايه اللي هيحصل. هنشوف حاجة عجيبة صحيح. الخلايا الجنينية اللي خدوها كانت اصلها شكلها الاصلي مبيض. شوف بقى لما هنحط النقط دي اللي هي دايهيدرو تستوسترون هيحصل ايه في شكل هذه الخلايا. هيعملوا مقطع بارافين سيكشن ويحطوا على سلايد، وبعدين يحطوا تحت الميكروسكوب وبعدين هنشوف. فعلا دي بقى خلايا مبيض. مش الجماعه الباثولوجيست يقولوا لك ايه ده، اهو الشكل ده شكل الخلايا الايه الجنينيه المبيضيه. شوف بقى بعد ما هنحط التستوستيرون بالقطاره هنشوف المنظر اختلف. الله، بقت قنوات الخصيه اهي، كلها قنوات، هي مقاطع في قنوات. فاكن دي مسألة لا شك فيها، أهي القنوات أهي دي البدايات الجنينية المبيضية تحولت إلى خصية بتأثير الإيه؟ قطرات من التستوستيرون اللي هو الهرمون الذكري. وده هو اللي بيحصل، وهو اللي بيكون العامل الحاسم في آه
طبعا هم اكتشفوا ان الكروموزوم واي بيعمل الفعل ده هو نتيجة ايه؟ الواي اتش انتجين. دي تفاصيل بقى في الكيمياء يعني. دي الحالة العجيبة اللي اتكلمنا عنها، ميسيز وينس الأس اسكتلندية اللي اتكلمنا عنها. اهي دي الست دي، وهنشوف الست دي في سن ال 12 13 سنة كان شكلها ايه. احنا عارفين ان الواي بيغير يعمل ذكر والاكس تعمل انثى، دي الدي ان اللي هي الثابت واللي حكينا عنه. هي الست بتحكي بقى حكايتها وبتقول ان هي يعني حبت وهتتجوز وكانت في سن الشباب جميله وراحت تكشف كده بالصدفه. شوف هنشوف البنت دي وصورها وهي صغيره، شوف جميله ازاي والصدر ناهد ازاي. راحت تكشف عن الدكتور، قالت لها يا انت ما عندكيش لا ايه لا رحم ولا مبيض وعندك المهبل ضامر ومش وبالعكس في خصيتين جواكي بتعمل هرمونات ذكريه ومش ممكن هتخلفي و و و الى اخره. اللي خلاها تروح للدكتوره هي ان مفيش دوره شهريه بالرغم من الجمال ده والبلوغ ده مفيش. فاتضحت الحقيقه الصاعقه دي، انت مش هتخلفي، مش هتجيبي اولاد، مش هيكون لك علاقه سويه مع زوجك، لازم تصرحي بالحقيقه قبل ما يحصل اي جواز. هي طبعا اصرت على موقفها وصرحت زوجها بالحقيقه وكانت بتحبه وبيحبها وجوزهم وعاشت سعيده وتبنت طفلين. فادي طفل منهم اهو لابس الصوره بتاعته، دي بتقول دلوقتي سنه 20 سنه. بتقول أنا عمري ما حسيت إني كنت رجل رغم كل كلام الدكاترة اللي قالوه على إن في جوايا خصيتين والخصيتين بيفرزوا هرمونات ذكرية. الحالة التانية أعجب اللي هي مستر بلاكويل اللي عايش، اللي هو مواطن ملاوي عايش في جنوب افريقيا في الكيب تاون وفي كلية طب في جامعة ستيفن بوش. ده صاحبنا الملاوي اهو جاي لنا من بعيد اهو. احنا لما يقرب هتحس انه فعلا وشه ناعم. هنا بيفسر لك ايه اللي حصل في الراجل ده، انه حصل تلقيح مزدوج في وقت واحد، اتنين كروموزوم دخلوا على البويضة، واحد في اكس والتاني في واي، فعشان كده بيفسرهم ان هذا الراجل يطلع في جسمه مخصية على اليمين ومبيض ورحم على الشمال. ده تفسيرهم للخنثى وانه مزدوج الطبيعة وان دي الحالة رقم 303 في العالم بطول التاريخ. حاجات نادرة جدا جدا جدا. بيورونا ازاي الراجل ده كان مزدوج الطبيعة. الدكتور الجراح هنا قال له لازم تختار، فهو اختار انه يكون راجل، فابتدى يشيله الثدي، شال الثدي. احنا عارفين ان الراجل كان عنده الجهازين، عنده الخصية على اليمين والرحم والمبيض على الشمال، وممكن يبقى كده وممكن يبقى كده. شوفوا وشه، ملاحظين النعومية اللي في وشه، البشرة ناعمة، والصوت كمان لما هتسمعوه هتلاقوه صوت ناعم. ومع كده ده دكتور التجميل اللي عمل العملية، وشوف وشه، وش حريمي ناعم، حرير كده، بشرة حريرية، ولو تسمعوا صوته كنت هتلاقي صوته ناعم. لكن هو بيقول أنا عمري
ما حسيت اني بقى اي ابن بر في الحديد اثنين بالرغم ان كان فيه الرحم والمبيض وفيه الهرمونات الانثوية وكمان وبالرغم من الهرمونات الانثوية كانت غالبة وكان بيجي له دورة شهرية ويحيض كل شهر. لكن لما قالوا له تختار هو اختار انه يكون رجل لانه عمره ما حس بانه هو انثى والدكتور شاله فعلا المبيض والرحم وشال الثدي وبقى راجل كامل من كله ممكن يؤدي وظائفه. في نوع تاني من الذكورة الكاذبة، يعني الـ 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 البنت اللي يطلع لها شنب ودقن واللي يبقى لها يعني تغيرات في الأعضاء السنسولية الخارجية لكن فيما عدا ذلك طبيعية جدا، وبيقولوا السبب هنا بيكون الغدة النخامية في المخ اللي هي هنا رسمين الغدة النخامية اللي فوق دي هي السبب في هذه الذكورة الكاذبة، وهي سببها ان المفروض ان الغدة دي تدي اشعار الى الغدة الادرينال اللي تحت بانها تبطل افرازات وان هي اللي بتنظم افرازات الادرينال اللي تحت، فلما بتمتنع هذه الاشعارات فتزيد الافراز بتاع الادرينال ويحصل ظاهرة الست اللي لها شنب ودقن ولها تحولات في الاعضاء التناسلية الخارجية. لكن دي ذكورة كذبة. ليه بقى؟ لأن هي ست تماما بجميع المواصفات، يعني عندها الرحم وعندها المبيض وممكن تحمل وكله كله كله، بس الحاجات دي كلها حاجات ظاهرية، ده اللي بيسموه الذكورة الكاذبة. نرجع مرجوعنا لحكاية 37 بنت واللي حصل لهم وكده. طبعا لما العلماء انتشر الخبر جم من اخر الدنيا عشان يعملوا دراسات على الحالة دي، علماء من جميع الجنسيات وابتدوا يدرسوا الموضوع وكل واحد طلع نظرية. واحد قال لك العامل الحاسم هو الكيمياء هي اللي بتحدد والهرمونات تحدد انثى او ذكر، وواحد قال لك لا التربية في الطفولة هي العامل المهم، ودي ست برضو من الأخصائيات. كل واحد بيطلع برأي، وواحد يقول لك لا مش ممكن أبدا نفرض شخصية على الولد أو البنت، نفرض ذكورة أو أنوثة مش ممكن بمجرد الحقن. اللي حصل لما ابتدوا يدرسوا في تتبع شجرة العيلة بتاعة الولاد البنات اللي بقى أولاد، فاكتشفوا ان الجدة الكبيرة هي السبب اللي هي اسمها ألترا جراسيا كراسكو، وهي اللي اتجوزت 4 وتسرب جين معيب وفي العائلات اللي بعدها كلها، وده السبب اللي حصل بيه كل ده. ايه هو بقى الجين المعيب ده؟ قلنا هو الجين اللي بيهيمن على تكوين الهرمون الذكري مستخلصا من الايه الكوليسترول، وان اللي بيحصل الكوليسترول بيمر على عدة تحولات بفعل هذا الجين لغايه ما يوصل للتستوستيرون ولغايه اخر حاجة دايهيدرو تستوستيرون اللي هو الفعال. هنا مرسومة اهي. لان هذا الجين كان معيب فكان بتتوقف التحولات عند التستوستيرون وبيتكونش الدايهيدرو. الدايهيدرو هو الفعال وبالتالي بيتني البنات بنات لغاية سن العاشرة، وفي سن العاشرة تبتدي الخصية اللي موجودة تنضج وتبتدي تطلع الهرمونات الذكريه وفجاه الكل يتحولون الى اولاد. ده اللي اكتشفوه. برضو بنرجع نقول الجماعه بتوع الكيمياء
بيعتبروا ان الكلام ده انتصار لهم وان الحكاية هرمونات وكيمياء. لكن هي الغريبة ان الولد ده بيقول وبصراحة انا عمري ما حسيت اني انا بنت حتى قبل سن العاشرة. طب جاب الاحساس ده منين ولسه ما حصلش التحولات بتاعة الهرمونات اياها؟ هنا بتيجي النظرية التانية ان الحكاية حكاية ازاي بتربي ابنك او بنتك. يا ترى بتبتدي تعمل لها طفيرة وتلبسها فساتين وتجيب لها عرايس ومش عارف تدلعها وتعلم تريكو، لما تكبر تخش المطبخ وتغسل ومش عارف تطبخ والحاجات دي، ولا التربية بتبقى مختلفة؟ هنا مثلا هي عروسة هي. او مثلا انت بتستعمل بتجيب اللعب الرجالي والحصان واللعب الميكانيكية اهو ده ولد مثلا امه لما بتفكر في لعبة تجيب له ادوم. فبيقولوا الحاجات دي هي اللي بتكون الاحساس بالشخصية عند المولود. المسائل السلوكية دي بتنشأ بالتربية وبالتعود وبتأثير الأم نفسه وتأثير المعاملة. دي النظرية بتاعة طبعا في ناس قال لك لا ده كله كلام فارغ والحكاية الإنسان ما هواش كيمياء، ما هواش صوديوم وبوتاسيوم وهرمونات، الإنسان عبارة عن نفس متعالية على كل هذه الجبريات. واللي بيقول كده اعتمد على الحدستين. شوف هنا بتلبسها فساتين ازاي، اقول لك الفستان ده هو اللي هيعمل لها شخصية من البداية، شخصية بنت. فهي الجماعة اللي بيرد يقولوا ده كلام فارغ والحكاية مش بالبساطة دي، ما اقدرش اغير بني ادم بان احطه جوه فستان او لا امسكه ادوم بقى راجل، الحكاية لا مش 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 بالبساطة ولا السطحية دي بالمرة. وزي ما قلنا الحادثتين بتوع ميسيز وينس وبتوع مستر بلاكويل اكبر حاجة تقنع ان المسألة مش هرمونات، لان ميسيز وينس دي كانت كل الهرمونات اللي جواها زكريا وما عندهاش لا رحم ولا كلام من ده ولا مبيض ولا بيجيلها على شهرية. طب جالها من الاحساس اللي هي رجل. نفس الحكاية في مستر بلاكويل اللي هو كان عنده كيمياء مزدوجة وبالعكس العنصر الانثوي غالب. ايه السبب؟ ان هو يشعر من البدايه ودايما باستمرار انه هو راجل. الست دي رايها معانا ان مش ممكن فرض شخصيه ذكوره او انوثه على المولود بشويه حقن او بفستان او بانك تمسكه ادوم وتركبه حصان وبتاع، كل ده كلام فاضي، دي حاجات سطحيه خالص. فكل واحد طبعا بيحاول يجمع أدلة على نظريته كده. لكن القصة بتاعت ميسيز وينس والقصة بتاعت صاحبنا ده اللي عمل تجارب عجيبة قوي، جاب شوية فئران وعمل خد مخ أنثوي فار ونتاية ومخ جنيني ذكري من فار ذكر، وحط عليهم بالقطارة، حط على المخ الأنثوي ده القطارة، نقط عليه شوية تستوستيرون والحاجات دي. فهنشوف التجربة العجيبة دي.
الأول هيورينا مخ الأنثى، مقطع أهو ويورينا المركز الجنسي في المخ، أو الحتة الصغننة دي هي المركز الجنسي اللي فوق. بعدين ده الذكر، شوف بقى مركز الجنسي في الذكر أكبر، في تفرعات خلايا عصبية أكثر. فجاب حتة من المخ الجنيني الأنثوي وحطها في سائل سيلاين وحاجات كده، يعني سائل مغذي يعني، وبعدين هينقط عليها الايه، هنشوف الحكايه دي. نقط عليها نقطتين من الايه، من التستوستيرون، فاتقلب المخ الانثوي لمخ ذكر اهو. ده السنتر الانثوي اللي تحول بالنقط التستوستيرون الى سنتر يعني ذكري، لان الانثوي شوف ضعيف ازاي، التفرعات الشجريه قليله، مجرد تحط عليها النقط فيبقى ده كلام صاحبنا. لكن الدكتور تجميل رايه معانا في ان الحكايه مش حكايه قطاره تنقط بيها على مخ فيتحول، لا لا، كل الكلام ده مش. وبعدين حكاية اللي بيحصل في الفار، الفار غير البني آدم، لا البني آدم حاجة تانية، رتبة تانية خالص، ورتبة تانية، والنفس الإنسانية متعالية على كل حكايات الكيمياء والهرمونات والكلام الفارغ ده كله. فده الدكتور ده رأيه معانا، وبيستدل بالحالة المواطن الملاوي مستر بلاكول. ده صاحبنا بعد ما اتعمل له العملية وبقى آخر تمام. دي الست اللي كنا اتكلمنا عليها، ميسيز وينس، بتغسل الشوك والصحون اهي، وبتقول I have never felt being a male، طول عمري انا احس اني امراه. فاكن حكايه الخصيتين والمش عارف الهرمونات الذكريه كل ده ما كانش له تاثير، لان دي حاله غريبه جدا، واحده ما عندهاش هرمونات انثويه وهي لا تحيض وما جالهاش دوره شهريه، وكمان اكثر من كده في خصيتين وفي العكس يعني هرمونات ذكريه، ومع كده تقول لك I have never felt being a male. فالحكايه حكايه كبيره قوي. في الواقع يا اخواني القضية خطيرة جدا، والجماعة الماديين هدفهم بعيد قوي وخبيث قوي، ولما بيقولوا الانوثة كيمياء والذكورة كيمياء بيجرجرونا شوية شوية عشان يقولوا والشذوذ الجنسي كيمياء، ولا يملك الرجل الشاذ جنسيا من امر نفسه شيئا، هو مخلوق كده. وشوية شوية بيجرجرونا للغميء ويقولوا والاجرام كمان كيمياء، والمجرم مخلوق كده. وبيجي أصحاب السفالات الأخلاقية من كل لون يخشوا في اللعبة ويقولوا إحنا كمان مخلوقين كده، السفالة كيمياء، السفالة في دمنا، وإحنا ذنبنا إيه؟ إحنا ملناش ذنب، ربنا خلقنا كده. وهيوصلونا إلى حالة إخلاء طرف، كل واحد يعمل اللي يعجبه ويخلي طرفه ومسؤوليته ويقول والله يا عم انا ماليش في الحكايه ده، انا مخلوق كده. والكلام ده كذب وتلفيق، ومعناه انكار الحريه وانكار المسؤوليه، وبالتالي هدم الاديان كلها والايمان بجبريه بديله، جبريه ميكانيكيه تبرئ صاحبها من كل شيء وتلقي الذنب على صاحب الحياة وخالق الحياة. وهم في الحقيقة حتى ما بيعتقدوش بخالق الحياة وصانع الحياة، ويقول الحياة ملهاش صانع، وفي نظرهم
ان كل شيء مادة وان المادة تطورت بمفهوم جدلي لغاية ما طلع منها انسان. وهم طبيعة طبعا وهم طبعا كذابين وافقين. واظن شفتوا في الحلقة المثالين اللي هم كل واحد منهم كان برهان مفحم وقاطع. الست اللي ما عندهاش رحم ولا مبيض وما بيجيلهاش عادة شهرية وفيها عندهاش هرمونات أنثوية، بالعكس عندها هرمونات ذكرية، ومع كده بتقول I have never felt being a male. دالها إذن الإحساس منين؟ يبقى حكاية ما هياش كيمياء. والحالة التانية الشاب الملاوي الخنسة اللي فيه كيمياء مزدوجة واللي فيه حتى الكيمياء الأنثوية غالبة وبيجيله دورة شهرية، وقال I have never felt being a female، عمري ما حسيت إن أنا امرأة. طب جاله الإحساس ده منين؟ يبقى الكيمياء كلام فارغ. النفس البشرية يا إخواني حقيقة متعالية فوق الكيمياء، فوق الكيمياء والآلية والصوديوم والبوتاسيوم والهرمونات والكلام ده كله. والنفس قبل النزول يا أرحام عارفة هي إيه. وأظن في حلقة سابقة قلنا إن النفس لها وجود قبل ما تنزل في الأرحام، وإن القرآن صريح بإن ربنا استدعى الأنفس، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، فأكن ربنا استدعى الذرية قبل ما تيجي وقبل ما تتولد. استدعاها منين؟ من ظهور الأجداد. يبقى إذن النفوس كان لها وجود قبل ما كل الكيمياء والهرمونات وي 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 ده كله يبقى موجود. طيب يبقى الجينات الوراثية إيه حكايتها؟ يا إخواني الجينات الوراثية بتحدد لون بشرتك، لون عينيك، لون شعرك، طولك، عرضك، استعدادك لأمراض معينة، لكن ما تحددش أبدا أخلاقك. الأخلاق لا تورث، مفيش حاجة اسمها جين اسمه سفالة وجين اسمه أخلاق، مفيش. وابن نوح طلع كافر، وأبو سيدنا إبراهيم النبي كان وثني، وأولاد العباقرة بيطلعوا معبط، وابن الموسيقار ممكن يطلع سباك. والإنسان في حقيقته حر مختار مسؤول، بدليل إنك لو ضربت واحد من الماديين اللي بيتكلموا الكلام الفارغ ده ضرب علقة مثلا وكسرت له رجله، إيه اللي بيحصل؟ بيروح يشتكيك للبوليس ويرفع عليك قضية. الله، طب ليه يا ابني ترفع علي قضية؟ ما انت قلت ان انا بقى السفالة في دمي والاجرام في دمي وانا مش مسؤول، حتى ليه تعاقبني؟ ليه ده انا مخلوق كده؟ لا، ساعتها بقى بيفوق والفطرة اللي جواه بتتكلم وما بيغشش نفسه وبيطلب انك تعاقب، مع انه هو كل فلسفته ها ان الحكاية كلها كيمياء. طب ما دام يا ابني الاجرام كيمياء، يبقى الالم اللي اديته على قفاك ده كان كيمياء. مفيش بقى ليه تحاسبني بقى وترفع على قضيه؟ ما دي كيمياء برضه، انا مش مسؤول، ده ربنا بقى اللي خلقني وهو كده. لا، ساعتها بقى بيفوق لنفسه وما بيغشش نفسه والفطره اللي فيه بتتكلم وبيروح يشتكيك عشان تعاقب. فاكنه هنا بقى تناقض مع كل الكلام. ومش بس كده، تلاقي هؤلاء الناس الماديين والعلمانيين وبتاع، لما الواحد منهم يالف روايه ولا يعمل لي اختراع ولا بتاع، يطلع يجري عاوز الجرايد تكتب والناس تثني عليه والمجد، وعاوز جايزة الدولة وعاوز جايزة نوبل. الله، طب ليه يا ابني جايزة؟ انت بقى انت الحاجات دي مالكش فضل فيها، ده الكيمياء كده، ده كيمياتك هي. لا، ساعتها الفطرة فيه بتتكلم وبيغشش نفسه ويطلع يجري عاوز يقبض. فالحقيقة دول الناس أفقين كلهم، الماديين والجدليين والعلمانيين، وفي النهاية الحق حق مهما تكاثر عليه الغشاشين، ومهما لبسوا أرضية العلماء الكبار واستعاروا لغة الكيمياء ومش عارف الجزيئات والجينات والهرمونات. الإنسان حقيقته متعالية على كل ده، وهو روح وهو نفس وهو إرادة وحرية واختيار، وهو بالتالي مسؤول عن كل ما يصنع مهما حاول أن يتهرب. ودي هي الحقيقة. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.